شيلة مهداة إلى الشيخ علي القنوت وأبنائه بمناسبة زفاف ابنهم ماهر من كلمات شاعر الحجاز صالح العميري آداء نجم عتيبة مانع المقاطي. اقلطوا يا ضيوف في حفل القنوت يسبق الترحيب كيف الشاذلية بالحلال اللي ما تخلفها الوقوت يومنا الحاضر وماضي الجاهلية حلت اهل الطيبة وكبار البخوت من قريش العزة ورجال الحمية من قريش العزة ورجال الحمية يا هجوسي حضري جزر البيوت بالحروف الأبجدية لا دعت بيوتها جت لي سكوت والجزالة عادتي والنار حية شاعر ومبدع ولي بصمة وصوت من هذيل الشعر واهل المقدرية بعدها يا مرحبا ما فات فات زبدة الموضوع جاية في البقية اقلطوا يا ضيوف في حفل القنوت يسبق الترحيب كيف الشاذلية فالحلال اللي ما تخلف الوقوت يومنا الحظ حلت اهل الطيبة وكبار البخوت من قريش العزة ورجال الحمية جدهم زهرانة وافعال ثبوت عقب رجال بحرار صرمية الشيوخ اللي تزهب البشوت صيتهم فاق الوصوف الواقعية المراجل ما هي بلعبة بلوت ما تساوى بين جمعة وعطية تفرق الافعال والحسد يموت من بغى الامجاد ما حزها شيخ يشوت الخصم شوت كاسف الطلات وجوم القوية ما ذخر عن ضيفة الضيفان قوت ما حسب لليل فصبح وعشية شيختة ما هي على صدر الكروت سيرته فالوقت تسير عالمية حكمته بالفعل كالسيف الصمود رايها سهب في نجاح أكبر قضية دا علي والخير في رجال القنوت رسقوا من كاسبين الأولية ماهر اللي ناسب خيار البيوت يا عساه يعيش في عيشة هنية عندما تنسج بيوت العنكبوت الصلاة على النبي خير البرية الصلاة على النبي خير البرية يا هجوسي حضري جزر البيوت وانضميها بالحروف الأبجدية لا دعيت بيوتها جت لي سكوت والجزالة عادتي والنار حية شاعر ومبدع ولي بصمة وصوت من هذيل الشعر واهل المقدرية بعدها يا مرحبا ما فات فات زبدة الموضوع جاية في البقية اقلطوا يا ضيوف في حفل القنوت يسبق الترحيب كيف الشاذلية فالحلال اللي ما تخلف الوقوت يومنا الحاضر وماضي الجاهلية حلت اهل الطيبة وكبار البخوت من قريش العزة ورجال الحمية جدهم زهرانة وافعال ثبوت عقب رجال حرار صرمية الشيوخ اللي تزهب البشوت صيتهم فاق الوصوف الواقعية المراجل ما هي بلعبة بلوت ما تساوى بين جمعة وعطية تفرق الافعال والحسد يموت من بغى الامجاد ما هب المنية حزها شيخ يشوت الخصم شوت كاسف الطلات وجوم قوية ما دخل عن ضيفة الضيفان قوت ما حسب لليل فصبح وعشية شيختة ما هي على صدر الكروت سيرته فالوقت تسير عالمية حكمته بالفعل كالسيف الصمود رايها سهم في نجاح أكبر قضية دا علي والخير في رجال القنوت رسقوا من كاسبين الأولية ماهر اللي ناسب خيار البيوت يا عساه يعيش في عيشة هنية عندما تنسج بيوت العنكبوت الصلاة على النبي خير البرية الصلاة على النبي خير البرية بمناسبة زفاف الشاب ماهر بن علي القنوت كلمات وأداء الشاعر نايف بن قزعان. مرحبا وهذين يوم حضر عند القنوت وتحياتي لمن شرف المحفل وجاه
يا مصور وثقف راحهم صورة وصوت حفل متميز وليلة من أعز الليالي والعوايد والشيم قوم زهرانه لها يا لا 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 والعوايد والشيم قوم زهرانه لها يالله يلي تعلم الغيب وحور البشر أغرم على من تكرم وضيف من يسر رحب البنوت باللي حضر من كل دينه واعتنى وكرم ضيوفه وربي جمله يا لا 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 والعوايد والشيم قوم
شيلة من كلمات الشاعر علي بن أحمد اليزيدي، أداء المنشد نايف بن قزعان الدوسي. أحتار يوم أختار من بين الأسماء، ولا تشير البوصل إلا للأسماء، أسماء من الجوزة وفوق الثريا، يعني كذا ما كل مطرود ملحوق. يا لا 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 يا لا 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 افتخر في مواقف ربعنا واعتز، خلوا الأرض تحت قدامنا تهتز، نفس الأحداث والمنجز هو المنجز، والتفاصيل تغنينا عن الموجز، والتفاصيل تغنينا عن الموجز. يلا يا ليلة تنبع مثلها ليلة، عامره بالفرح والعرض والشايلة، شلها 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 بصوت يا نايف، وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 لا، وانزع وتار قلبي من حنايا. قبل ما خب حربي واكتب ابياتي واشعل افكار وتمرد على ذاتي، والنبي نضلوع الحدب والنادي، لا عزف صوت روحاتي وجياتي. يلا يا ليلة ما مثلها ليلة، عامره بالفرح والعرض والشايلة، شلها 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 بصوت يا نايف، وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 لا، وانزع وتار قلبي من حنايا. كل فنان ما يسبق على فنه، والشجر غرد الطاير على فنه، لا يجادل حكيم القافية فنه، مستعد ان يفصل فيه ويفنه. يلا يا ليلة ما مثلها ليلة، عامره بالفرح والعرض والشايلة، شلها 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 بصوت يا نايف، وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 لا، وانزع وتار قلبي من حنايا. بين الاخوان وابن الخال وابن العم، اسره وحده واذا رحب واذا سلم، يمكن الليله يمكن الليله هذه والله العالم، دون كل الليالي ليله الموسم. يلا يا ليله ما مثلها ليله، عامره بالفرح والعرض والشايله، شلها 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 بصوت يا نايف، وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 لا، وانزع وتار قلبي من حنايا. اصحاب الطيب والمعروف وربابه، كل رجال له عزوه ولهلابه، واللي ما يحسب الموقف ولا يابه، يضرب الباب لا حيا ولا هلابه. يلا يا ليلة ما مثلها ليله، عامره بالفرح والعرض والشايله، شلها 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 بصوت يا نايف، وانزع صوتي يا نايف، وانزع وتار قلبي.
تنزع وتار قلبي من حناياها. المسلم لا عقد في ربه ماله يطرد ابليس عن حاله وعن ماله، لا يجلب خيله الدهم ولا رجاله، يلعن ابليس فلا الله ولا فاله. يالله يا ليله ما مثلها ليله، عامره بالفرح والعرض والشايله، شلها 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 بصوت يا نايف وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 وانزع وتار قلبي من حنايا. السماء يقترب ما الأرض ونجومه، والنجوم أصبحت في عقد منظومة، سجلوا يا شباب الليل معلومة، من حسدنا على النعم ملومة. يالله يا ليلة ما مثلها ليلة، عامره بالفرح والعرض والشايلة، شلها 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 بصوت يا نايف وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 وانزع وتار قلبي من حنايا. أبرق الباب سيرات في لندن بلا قايد، رددت صوتها يتبرك يا عايد. يالله يا ليلة ما مثلها ليلة، عامره بالفرح والعرض والشايلة، شلها 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 بصوت يا نايف وانزع وتار قلبي من حنايا. يا لا 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 يا لا 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 وانزع وتار قلبي من حنايا. يا سلام الله عليكم عندهم مال السحابة، يا بني سهران يا أهل المجد من مضى الزمان. يا سلام الله عليكم عندهم مال السحابة، يا سلام الله عليكم عندهم مال السحابة، يا بني سهران يا أهل المجد من مضى الزمان. يا بني سهران يا أهل المجد من مضى الزمان، يا بني سهران يا أهل المجد من مضى الزمان. يا مرحبا مسيحي يا رجال العز والتاريخ يا قوم المهابة، رجال العز والتاريخ يا قوم المهابة، يا كبيرين البخوت يا طويلين اليماني، يا كبيرين البخوت يا طويلين اليماني، يا رجال العز والتاريخ يا قوم المهابة، يا رجال العز والتاريخ يا قوم المهابة، يا كبيرين البخوت يا طويلين اليماني، يا كبيرين البخوت يا طويلين اليماني. الله يحييكم. حيا الله شيخ يا مرحبا وسهلا، حياكم الله، حيا الله شيخ فهد. ها 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 ها
وعدونا من باسنا ننهيها في لحظة وحين. سلام يا زهران يا عرش المراتب والشرف، يا اسطورة التاريخ، يا الصور المشيد والحصين، ماضي تليد وحاضر الامجاد شي ما ينوصف، يشوش راسي لا ذكرت افعالكم يا الغانمين، ومدح زهران العناصيم لساني ما يقف، ومجادهم ما يولدت لحظة من ماضي السنين. ألا وحب كفي لكف الكف ومن كف يكف، وكف كف اللي لكف كف وكف المنكفين، من عرف عارف معرفتها تعرف اللي ما عرف، إلى اعترف عرف المعرف عرفكم يا العارفين. أصقل بيتي على معنى يجمل واحترف، وأطوع أفكاري لها وشيد القاف الرصين، أجود حروفي وأحقق مبتغى الهدف، وأغلف بيتي وأعطرها بمسك وياسمين، يوم
صفه صفي ينصف صف من صفه يصف اصطف له صفا يصف من صفته يا من صفي حلفاً يحالف حلف من حلفه تحالف واحتلف والتف من وفى الوفا وتوالف المتوالفين عسى الله يوفق المعرسين ان شاء الله ويرزقكم بالطريق الصالحه هذا ما نلقى في باب حرامكم زي دعوه معافى حياكم الله حياكم الله ربع الواحدين وجيران وابناء عم وارحام وجددناها بزواج الاخ ماهر القنوت وباسم صاحب هذا الحفل الشيخ علي القنوت وابنائه نرحب بكم اجمل ترحيب كما نرحب بجميع الضيوف وعلى راسهم الدكتور فهد المعطاني والأستاذ عابد البلادي وجميع الحضور وحياكم الله ألوف نسأل الله عز وجل أن يبارك العرسان ونجمع بينهما في خير لكم عندنا عزيمة من أهالي قريش الحسن ولجميع الحضور نامل أن نحددها وتحددوها معنا ولا نعذركم وصلى الله على محمد وعفاكم جميعا الله يمسيكم بالخير نحن أرحام وعوالي والكلمة هذه تقال في بعض العلوم لكن لما تيجي بين الحسن والتراوي لها عمق آخر ولها معنى آخر الرحم والعنو بيننا ضاربة بجذورها في التاريخ من مئات السنين يمكن احنا وصلنا الآن الجيل الرابع والخامس والعنو تزيد وصلة الرحم تزيد وما حصل اليوم امتداد لما سبق ولا صارت المصاهرة هذه والعنوة إلا بناء على محبة في القلوب الله يديم هذه المحبة بينكم عزيمتكم مقبولة ووفرة زي ما أنتم تشوفون عندكم ارتباطات وعندكم أشغال والوقت والجيز الأسبوع هذا اللي حصل من الأستاذ علي يكفي عن الجميع والله يجعلكم ذخر وصلى الله على محمد وسلم الله يحييك حالفين سهر جرال العروبة طبعا الصبح والنور المبين Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشيوخ قبائل زهران، الشيوخ القبائل، رجال الفكر، رجال العلم، رجال الأعلام، رجال الأعمال، رجال الدور مع الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهني ونبارك الشاب ماهر ابن علي الزهراني على حفل زواجه هذه الليلة، ونتمنى له الرفاهة والبنين إن شاء الله وبالسعادة والخير، وأن عريسا هذه الليلة من أبناء قبيلة زهران، زهران العريقة، زهران قبيلة الأعنة والأسنة، زهران قبيلة الشجاعة والكرم، القبيلة الضيقة بدورها بعمق تاريخ العرب، قبيلة زهران التي خرج منها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، الذي روى كثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وخرج منها عامر بن الطفيل وطفيل بن عامر، وكانوا من فرسان حرب خيبر، وأيضا كانوا من فرسان حروب المرتدين في منطقة الأمارات اليوم، كانت معركة كبيرة على المرتدين، وكان فرسانها من ضمن فرسان القبائل عامر بن الطفيل وطفيل بن عامر، وأيضا قبيلة زهران العريقة. أن قصي ابن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أمه زهرانية، وسعيد بن المسيب زوجته زهرانية، وأن قبيلة زهران العريقة دوس القبيلة التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ودعا لزهران عندما جاء زهران من ديارها إلى مكة المكرمة، سكنت جوار هنيل وقريش، وكان بينها وبين هنيل وقريش جوارا ونسبا وصهرا، وهنيل بن عدريكة بن الياس بن مرة بن نزار بن معد بن عدنان التي تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الجدة الخامس عشر، وقريش كنان من قريش، وقريش زهران من قريش، ونحن نسعد هذه الليلة أننا نشق عرق التاريخ عند قبيلة من قبائل العرب، القبيلة المعروفة التي يشار لها البنان بالشجاعة والكرم والنهضة زهران. شديد أثر وخبر فجاهليا وفي الإسلام القبول والتسليم، وكان لرجالها أيضا في بناء هذا الوطن دور كبير من العسكريين ومن المدنيين. وأنا حضرت قبل سنة خمس سنوات تقريبا عند قبيلة بني حسن في برنامج أو حفل تكريم الرواد، فأعجبت بتلك الليلة أنني وجدت العميل والعقيد واللواء، وأيضا وجدت الطيار والمقاتل، ووجدت أيضا المطر، ومن كبار وفي الدولة العهراء، ومن الذين ساهموا في بناء هذا الوطن المملكة العربية السعودية مع غيرهم من أبناء القبائل، منهم من كان في الأمن العام فكانوا من المعروفين، وأيضا من الذين ساهموا بالدفاع عن هذا الوطن المملكة العربية السعودية من رجال الأمن الذين يدافعون عن العرض وعن الأرض وعن كل شيء من المملكة العربية السعودية. عدكم عبر التاريخ، تاريخ المملكة العربية السعودية، ساهموا كثيرا، منهم أيضا من كان بكثير من الوزارات، وأنا أعرف أن في وزارة الخارجية عدد من زهران، وفي وزارة الداخلية كذلك عدد من زهران، وكان في أبو جمال في المواصلات مدير الطرق في المنطقة الغربية، المفرح الزهراني الشيخ المفرح الزهراني، وهذا علم ورمز من رموز زهران نحن نعتز به. أنا كوضعي شيخ قبيلة كنا دائما نراجع الطرق، وغيري من يراجع من القبائل، هذا الرجل محسوب على القبائل كلها،
محسوب على الوطن من ذلك الزمن والى اليوم والى بعد. ورجل يشرف قبيلته ويشرف مجتمعه ويشرف وطنه. وغيرهم من الرموز الذين نعرفهم معرفة تامة، سواء من مشايخ النبيلة الزهران العريقة أو من رجال الفكر والعلم والأدب، من الذين نقابلهم دائما إما في الاحتفالات أو في احتفالات الدولة الرسمية أو في كثير من المجالات، وكلهم يعتز بهم. ما يوم من الأيام عرفنا زهراني أنه غانم وشجاع وكريم. لذلك نحن نعتز هذه الليلة بهذه القبيلة، وأصالة عن نفسي ونيابة عن كل رموز هذيل من الذين حضروا هذه الليلة، وبارك العريس ولوالده ولذويه ولقبيلته، ونهني قبيلة زهران بمثل هذه الاحتفالات الوطنية التي نعتز بها. مثل هذا الاحتفال يساعد ويقوي على اللحمة الوطنية ما بين القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب سمو الملك محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحكومة الرشيدة، وبشعب المملكة العربية السعودية من أبناء القبائل الأوفياء لوطنهم والقيادتين. ونحن سعدنا في الأيام الماضية أننا عشنا عدة مناسبات للوطن. المناسبة الأولى كانت بمرور اليوم الوطني الذي شكل منعطفا في حياة الأمة. نحن نعلم قبل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله كان وضع الجزيرة يهدى له، مهيمن على الجزيرة أربع أشياء: الفقر والخوف والجهل والمرض. كان الرجل إذا مرض قبل الملك عبد العزيز، وفي كثير من الطاعين في السن الحاضرين معنا، كان إذا مرض بالجزيرة يبعدونه لأن ما العلاج. اللي يمرض بالحصبة ما العلاج. واليوم الحمد لله مدن صحية في كل مدينة، هذه مكة فيها مدينة صحية، الطائف، الرياض، كل مكان مدن صحية. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التطور وهذا الازدهار. العلم اليوم أكثر من 40 جامعة في المملكة العربية السعودية، اليوم أكثر من 400,000 طالب مبتعث في أكثر من 90 دولة، وفي أعرق الجامعات كلهم من أبناء السعودية، من أبناء المملكة العربية السعودية. اليوم النهر العظيم اللي كانت كثير من الدول تعتبر شعارا لها، النهر العظيم عندنا، التحلية تمشي من الشرقية إلى قلب نجد، التحلية تمشي من جدة إلى النماص وإلى كل مكان، وهذا النهر العظيم. الطرق، الخدمات في كل مكان تجدها حتى في المناطق النائية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الأمن. ونحن اليوم في مع كنا المناسبة الثانية كانت مرور 4 سنوات لخادم الحرمين الشريفين منتقلنا إلى الحرمين. وأيضا مناسبة عزيزة لأبناء الوطن، نسأل الله له طولة العمر والتوفيق. وكنا في جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للدول العربية. الدول العربية كانت أعين الشعب كلها معه أينما يحل. واختتمها بحضوره في قمة 20 مع الدول العظمى. جعل كرسي المملكة العربية السعودية بين الدول العظمى، وهذا الشيء الملموس، وقطع ألسن كل الحاقدين والباغضين سواء من الإعلاميين أو من الدول باتجاه المملكة العربية السعودية بحضوره هذه القمة، لأنه أظهر مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية، وأظهر مكانة المملكة العربية السعودية السياسية، وهو مخطط السياسة الحديدة في المملكة العربية السعودية، وهو صاحب رؤية 2030، وهو من حارب الفساد. نعتز به كما نعتز بالدولة رعاها الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن على المملكة العربية السعودية. نحن في نعمة كبيرة. شوف حولنا العراق والسائر فيها، شوف حولنا سوريا والسائر فيها، بين قرية وقرية 10 كيلو الرجل ما يقدر يمشي بالليل. احنا في نعمة. اليمن والسائر فيها. لذلك المنطقة الآمنة والحمد لله المملكة العربية السعودية. الآن الرجل من عرعر إلى مكة يمشي بسيارته ما يتعرض أي عارض. كان قبل الملك عبد العزيز ياخذ سلاحه وياخذ كفنه ويوصيها له. واليوم الحمد لله في أمن وأمان.
وحنا دولتنا رعاها الله ملكيه، والمذهب هو المذهب السني والحمد لله هو منهجها وطريقتها، والشريعه الاسلاميه هي منهجها، وهي الوحيده في العالم اللي تطبق شرع الله. وملوكنا ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك، استطاعوا ان يتعاملوا مع شعوب باخلاقيات اسلاميه عربيه. الملكيه عندما كانت في العراق حال العراق احسن من اليوم. الملكيه عندما كانت في مصر حال مصر احسن من اليوم. الملكيه عندما كانت في ليبيا حال ليبيا احسن من اليوم. الملكيه يوم كانت في اليمن كان وضعهم احسن من وضعهم اليوم. لذلك ترى الجمهوريات شعارات كاذبه مزيفه ودساتير مرقعه وقوانين وضعيه، يجيبون لهم رجل من السجن يحكم الامه، ولا يجيبون لهم رجل من الشارع يحكم الامه، ما يعرف خلفيته. ولا احنا ملوكنا ملوك ابناء ملوك ابناء ملوك، نعتز بهم ونعتز بوطننا وندعو لهم التوفيق والصلاح، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحمي وطننا. وترى مثل هذه الاحتفالات عند قبيله زهران وعند غيرها من القبائل تقوي اللحمه الوطنيه التي نحن في حاجتها مثل هذه الايام، لاننا نرى ما يدور حولنا. يجب علينا ان ننتفع قيادتنا، يجب علينا ان نعتز بانتمائنا وولائنا. وايضا الاعلاميون يجندون اقلامهم والسنتهم في الدفاع عن وطنهم المملكه العربيه السعوديه، وهذا الواجب. كذلك ان المثقفين يجب عليهم الدفاع عن المملكه العربيه السعوديه، ويجب على كل مواطن ان يعي ما يدور حوله. ويجب علينا جميعا كلنا في باخره واحده، لا نرضى بمن يعبث في هذا المركب ويغرق الامه. الفكر المتطرف يجب علينا ان نتفكر. ان الناس الذين يريدون ان يسوء الى الوطن يجب علينا ان نقوم كلنا ضدهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى في هذا الامن والامان. ونحن سعداء هذه الليله عند قبيله زهران العريقه، ونبارك لعريسهم هذه الليله ماهر بن علي الزهراني، ولوالده هذا الرجل رجل الامن في القوات البحريه. والله نعم، وعمه في القوات البحريه، وابناء عمه كذلك في كثير من القطاعات العسكريه. نحن نعتز به من رموز الوطن ورموز الامن. اولا الشيخ هذا المعباني طبعا رجل دوله، اسمحوا لي بس الشيخ فهد والجميع قدم اعتذار عن الشيخ فهد بن جابر الحسين شيخ امير قريش والعراق، يعتذر اشد العذر لارتباطه بغياب ومناسبات زي كذا، ويبلغكم السلام جميعا على الجميع. ودائما تبقى مكانك يا شيخ فهد، لنا طلب عندك بس توصل سلام الجميع سيدي غالي فيصل عميد ملك المبدع، هذه نعتذر لكم فيها امانه. مع زود حياك الله وشاكرين، ومع زود يا بنين الله يحفظك ان شاء الله ويعطيك العافيه. وبالتالي نجدد البيعه سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد سلمان بن عبد العزيز، نسال الله ان يديم علينا من السلام والامان. يعطيك العافيه شكرا. مساكم الله بالخير والف مبروك العريس لنا ماهر بن علي الزهراني، وفق الله من كل خير السعاده، وبيض الله وجيهكم يا زهران على حسن الاثار والحرم والاستقبال. هذا نوع غريب عليكم غير مثلنا الاول، عسى الله يطول في اعماركم ويوفق لما في الخير. يا لا لا مجري الأرض
من يقرأ كتاب الله وبس أجده
سجد وعبد من يلبس حرام وطاف في البيت وسعى. وسلامتكم. شكراً للدكتور عبد البلاكي على هذه المشاركة. لو كنا نعرف المشاركات كان سوينا الوضع اللي يحتاج للحد الخطابي، لكن ما كان في البال ولا حبينا نكلف على الجميع. يعطيك العافية دكتور عامر. أهلاً وسهلاً للجميع. الظاهر أننا قشناكم شوية ونخليكم بدون أصوات الآن تنطلقون على أصالنا اللي بالي بالكم. يلا التزم بالدين والمنهج وحسن النية. التزام الدين منهج رفعة الإسلام والسعيد اللي حياته بالوفا مبنية. بشره بالخير طيب ما دال ايامي. فالختام اطلبك يا ربي والختام اطلبك يا ربي وامد يدي. اطلب الله فالختام يكون حسن ختامي. اطلب الله فالختام يكون حسن ختامي. سلامتكم. الله راه سبحانه وتعالى ان يجي واحد من اول الاولين يقولوا فلان هبط اليمن، فلان راح هبط الشام، فلان راح الشرق. يجي واحد من المنطقه الشرقيه يتزوج هذه البنت. في هذاك الزمن كانت من سبحان الله من اجمل هذه القريه، اجمل هذه البنت. الله جابها وشغلها واحد من المنطقه الشرقيه يتمثل فيها ولد عمها. وكانت عندي امسيه شعريه في مكه. هي وصف غزلي ولكن غزل محترم. فيوصف البنت من كل شيء فيها لنصر الخصر. يا نصرة الخصر وان اخواننا في ثلاثه انفار متدينين جزاهم الله خير ورحم الله والديهم. الله يغفر لنا ويغفر لهم ان شاء الله. يا ابو عادل يا ابو عادل بأدل. نعم قلب جاء الله ما تنزل تحت. قلت ابشر على خاطري ما نزل تحت قدام الجمهور. المهم طبعا تقول فيها الله من بال كثيره طواريه ولحد يعرف اسبابها اللي جراله. يا غير فالممشى بحيلها دريه يبكي ولف الناس حي بقاله. وصل السبب من ريم زلت حراويه يبري مرض قلبي بحسنة قباله. راعي عيون تكتل اللي عاديه لشبه فالزول يا ويل حاله. وخشمه سوات السيف في دين رعيف في دين واحد مكرمات سبالهم باسمه. يشتكى ذوب العسل فيه راعي ثمان ارهاف ما هي جلاله. والعمق عند الريم ربي مسويه مظن في العربان. يخلق مثاله صدره كما بستان رعيح حاميه ومنعمه ربه ومرتاح باله. صدره كما بستان رعيح حاميه ومنعمه ربه ومرتاح باله. ونهده كما التفاح فعل مجانيه عسر على الرقاي محد الرقاله. والخصر معرف الحلايا وحليه لواس عيد اللي في الامه حلاله. والخصر معرف لحلايا وحليه لوا سعيد اللي فلم حلاله. عمري 16 هذا حراويه و17 ظن بالي مجاله. امسى بعيد الدار فالشرق نحيه وحيد ما تنصر يمين الشماله. لعله في ذمه اللي وليها اللي عن الصدقان والدار شاله. مده حياه الروح والله لابكيه مثل السجين اللي تباكى مع عياله. واختم كلامي ذكر ربي وطاريه مكون الأشياء عزيز الجلالة. وسلامتكم.